ينضم معنا من ولاية أورفا تركيا الأستاذ ركان الخضر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ ركان إلى هذه الجولة الإخبارية. بداية، النظام يقصف نقاط حول إدلب في بادرة هي الأولى على ما يبدو خرق الاتفاق بين أنقرة وروسيا الذي جرى بين الرئيسين، كيف تقرأ هذا القصف؟ أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. سيدي الكريم، يبدو أن إيران منزعجة ومستاءة كثيرا من القمة التي حدثت مؤخرا بين الرئيسين التركي والروسي، وشعرت بأنها أبعدت عن المشهد، لذلك أوحت إلى عملائها في عصابة الأسد وميليشياتها المتاخمة أو المتواجدة على حدود إدلب في خرق هذه الهدنة، سعيا منها لخلط الأوراق ولإفشال ما تم التوافق عليه والاتفاق بين الرئيسين التركي والروسي في قمة سوتشي. نعم أستاذ ركان، يعني النظام قام بهذه العملية، عملية القصف، كيف برأيك ستكون ردة الفعل الروسية تجاه النظام؟ يعني النظام أحرج روسيا مرتين في غضون 24 ساعة. على ما أعتقد ومن خلال ما جرى في قمة طهران، وجدنا أن الرئيس الروسي والرئيس التركي كانوا في واد وإيران في واد آخر، فنجد أن الروس قد نهجوا تقريبا نهج مغاير لما كانت تريده إيران والنظام السوري، وما إسقاط الطائرة الروسية أظنه رسالة أيضا موجهة من إيران وحليفتها العصابة المجرمة في دمشق لروسيا. وستكون طبعا ردة الفعل الروسي قوية جدا، وأظن أنه في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك شرخ كبير وسينعكس على أرض الواقع ما بين العصابة المجرمة في حال لم يلتزم النظام بهذا الاتفاق برأيك، وإن لم ترد روسيا على انتهاكات النظام، هل سيكون هناك رد تركي مقابل الخروقات التي يقوم بها النظام في الاتفاق الروسي؟ سمعنا كثيرا من رأس النظام التركي السيد رجب طيب أردوغان تهديدات قوية وحازمة تجاه أي خرق سينتج عن النظام السوري أو العصابة المجرمة وحليفتها إيران، وأنه سيكون الرد في حلب وحماة. نعم الأستاذ ركان الخضر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.